بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله بنتكلم على موضوع المحول الكهربائي. المحول الكهربائي ده جهاز وظيفته رفع الجهد المتناوب أو خفضه. بمعنى أحيانا بعض مثلا تشتري بعض الأجهزة الكهربائية، مثلا جهاز بيشتغل 220 فولت، وأنت عندك في المنزل الجهد المتاح عندك مثلا 110 فولت أو 120 أيا كان. فبالتالي أنت محتاج إنك تشتري محول عشان يرفع ال 120 يجعلهم 220 عشان يناسب الجهاز. او العكس، يعني مثل ايضا الجوال، شحن الجوال نفسه عباره عن محول، لان الجوال بيشتغل بجهد منخفض، فلابد انه الشاحن نفسه عباره عن محول خافض، فيخفض الجهد اللي عندك اللي هو 220 مثلا الى الجهد المناسب للجوال. فاذا المحول او عباره عن ان يرفع الجهد او يخفضه، ولازم يكون الجهد متناوب متغير، لان فكره عمل المحول هو الحث المتبادل عن طريق الايه، التيار المتغير او المتناوب او الجهد المتغير. لذلك هذه الملاحظه مهمه، انه لا يمكن تشغيل محول على تيار مستمر، ما ينفعش يشتغل، لان التيار المستمر ما فيهوش مجال مغناطيسي متغير عشان ينقل من الملف الابتدائي الى الملف الثانوي. إذا لو التيار مستمر لن يشتغل عليه المحول الكهربائي، لابد له من تيار متناوب. طيب مما يتركب المحول الكهربائي؟ يتركب من ملف ابتدائي وملف سلكي هنسميه الثانوي وقلب حديد. وطبعا القلب الحديدي بيكون عبارة عن شرايح من الحديد عشان طبعا يمنع أو يقلل أثر التيارات الدوامية. وليه من الحديد؟ لأن هنا القلب الحديد ده بيزود المجال المغناطيسي، لانه لو كان قلب مثلا فاضي ما فيهوش اي مثلا ماده، فبالتالي ده يقلل شويه من المجال المغناطيسي، انما لما يكون قلب حديد ده بيزود المجال المغناطيسي، وده مطلوب عشان يزود الجهد، يعني ويزود كفاءه المحول. طيب ده بالنسبه لتركيب المحول ووظيفه المحول. المحول فيه عندنا نوعين، في محول بيرفع وفي محول خافض. طب يا ترى ايه الفرق؟ تعالى كده الاول نشوف القانون للمحول، ومن خلال القانون هنشوف الفرق ما بين المحول الرافع والخافض. عندي هنا قانون اي اس قسمه اي بي. هنرمز للاس ده المحول الملف الثانوي، والبي يرمز الى الملف الابتدائي. طيب الملف الابتدائي هو الملف اللي هيمر فيه التيار اللي انت هتوصله مثلا بجدار المنزل عندك، فالتيار يروح فين؟ للملف الابتدائي. طيب بعد كده التيار هينتقل على من طريق الحث الى الملف الاخر اللي هو الثانوي اللي هو متصل بالجهاز. طيب اذا عندنا ملفين، اس يعني ثانوي وبي يعني ابتدائي. الاي هو التيار، اذا اي اس معناه تيار الملف الثانوي، والاي بي معناه تيار الملف الابتدائي. طيب الان معناها عدد لفات، ان بي يعني عدد لفات الملف الابتدائي، والان اس معناها عدد لفات الملف الثانوي، الفي يعني فرق الجهد. إذا الـ VB معناه فرق الجهد الابتدائي، والـ VS معناه فرق الجهد للملف الثانوي. هذا القانون اللي يربط الثلاثة ببعض. ده مهم جدا معانا. طيب لاحظ كده معانا إنه لما يكون الملف الابتدائي عدد لفاته أكتر، فبالتالي هيكون الجهد الابتدائي أكتر. الجهد الابتدائي لما يكون أكبر من الثانوي، ده محول رافع، ده محول خافض، محول خافض. تمام. لذلك المحول الخافض هيكون في ايه؟ هيكون في عدد لفات الابتدائي اكبر من اللفات الثانوي، يعني جهد الابتدائي اكبر من جهد الثانوي. طيب لو محول رافع، محول رافع معناه ان جهد الثانوي اعلى من جهد الابتدائي، اي ان لفات الثانوي اكثر من لفات الابتدائي. ده الفرق بين المحول الرافع والمحول الايه؟ الخافض. طيب المحول الرافع لو هو رافع للجهد هيكون خافض للتيار، والمحول الخافض للجهد هيكون رافع للايه؟ للتيار، لان طبعا زي ما انت شايف كده ايه؟ عكسيه ما بين التيارات والجهد. وهذا القانون طبعا هنحل بيه مسائل المحول. الجزئيه الاخيره في المحول اللي هو استخدامات المحول الكهربائي. طبعا ممكن يستخدم في محطات توليد الكهرباء عند المحطه نفسها، عند محطه التوليد. ليه؟ عشان نرفع الجهد. طب ليه نرفع الجهد؟ عشان يقلل القدره المستهلكه الضائعه في الاسلاك اللي بتنقل التيار من المحطه الى اماكن الايه؟ الاستهلاك. فيجب نحن نرفع الجهد عن طريق محولات لنقلل القدره المستهلكه في الاسلاك.
طيب وبعد كده نستخدم محولات خافضة عند أماكن المستهلك، تمام، عشان طبعا نعمل عملية عكسية اللي احنا عملناها عند الايه، عند محطات التوليد. فعند محطات التوليد هنستخدم محولات رافعة للجهد، وعند المستهلك هنستخدم محولات خافضة للجهد. نشوف كده المسألة. محول مثالي عدد لفاته الابتدائي 200 لفة، إذا هذا هو NB، والتيار المار فيه في الابتدائي 20 أمبير، إذا هذا IB. إذا كان عدد لفات ملفه الثانوي اللي هو 50 لفة، إذا هذا هو الـ NS، فإن مقدار التيار المار فيه كام؟ يعني عايز تيار الملف الثانوي IS. هنشتغل بأي قانون؟ بهذا هذه العلاقة فقط، هذه العلاقة. إذا IS قسمة IB تساوي NB قسمة NS. حط الأرقام وشوف إيه الموجود وإيه المطلوب. طيب الـ IB الـ IS بكام؟ طبعا الـ IS ده مطلوب، فنجعله كما هو IS. الـ IB بكام؟ الاي بي ب 20 امبير، اذا 20 بيساوي الان بي، ادي كام؟ 200. الان بي 200، والان اس بكام؟ ب 50. تمام، اذا الاي اس هيساوي، اضرب كده معايا، هيساوي 20 ضرب ال 200 قسمه ال 50. طبعا هنا الصفر مع الصفر، 2 ضرب ال 20 40، 40 قسمه ده طبعا معلش ده 20 كتبناها 2 معلش معذره، ده 20، ده 20 وليس 2. اذا 20 ضرب ال 200 قسمه 50، قلنا الصفر مع الصفر يفضل هنا كام؟ 20. 20 ضرب ال 20 يعني 400 قسمه ال 5، 400 قسمه 5 يعني 80. اذا نختار هنا 80 امبير. اذا مسائل المحول نحلها بهذه العلاقات، تشوف ايه الموجود عندك وايه المناسب في العلاقه اللي انك ايه تستخدم. طب لو كان في مسائل اخرى ذكر لي الجهود وذكر لي عدد اللفات، هستخدم اي علاقه؟ هستخدم هذه العلاقه، تمام، هذه العلاقه. طب في مسائل اخرى لو ذكر لي التيارات والجهود، فهقول انه ان الفي بي قسمه في اس هيساوي اي اس على الاي بي، واستخدم هذه العلاقه فقط. اذا على حسب الموجود في المساله هشوف هستخدم اي قانون واطلع اللي احنا محتاجينه. إن شاء الله موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.